لم يتأخر أهالي المخطوفين عن الدوام الرسمي للاعتصام أمام مكتب الخطوط الجوية التركية الكائن في وسط بيروت، فقدموا بعد شروق الشمس بقليل عبر وسيلة نقل جماعية لأداء الوظيفة، وظيفة إيصال مزيد من الرسائل إلى أنقرة التي يعتبرونها الخاطفة لأبنائهم، وإلى بعبدة أي إلى رئيس البلاد الذي يصفونه بالمقصر في تحريك قضية ذويهم. الأهالي قطعوا الطريق الرئيس لوسط البلد ثانية أمام أحد مداخل مجلس النواب احتجاجا على مزاولة موظفي المركز الثقافي التركي أعمالهم اليومية، بعدما أخذوا وعدا من القوى الأمنية بأنه لن يفتح أمام العاملين فيه، وبعدما أغلقته القوى الأمنية نفسها نتيجة مفاوضات مع الأهالي تراجع هؤلاء عن قطع الطريق واعتذروا من المواطنين مؤكدين أن العمل ليس موجها ضدهم، أما التحركات فمستمرة. نحن مكملين بتسكير مكاتب شركة الطيران التركية، المركز الثقافي التركي، حيكون في تحرك كبير على السفارة، حيكون في تحرك من أجل منع رحلات الطيران التركي من الإقلاع والهبوط بمطار بيروت. إذا ما صار في بخلال 48 ساعة أي استدعاء للسفير التركي أو حكي جدي معه، نحن مكملين بتحركاتنا مهما كانت النتائج. نحن ضد تسكير مطار بيروت، وخصوصا أنه جاي فصل صيف، ما بهمنا نسيق، بس نحن إذا ما تم الاستجابة لمطالبنا ما في قدامنا أي خيار آخر. نحن عم نقول لازم نوقف رحلات شركة طيران التركية من شان نشكل حالة ضغط على الدولة التركية. ما عم تحكون عن المستجدات اللي صارت بالعلاقات بين اللواء عباس إبراهيم والمخابرات التركية؟ هلأ بالنتيجة اللواء عباس إبراهيم هو الطرف المفاوض من قبل الدولة اللبنانية، فنحن لا نضع عليها أي لوم. التقصير هو من الجانب التركي، المفتاح عند الأتراك، الأزمة التي ترونها هي من اخترعها هو الجانب التركي. وسأل الأهالي الدولة القطرية عن وعدها الذي قطعته لهم منذ شهر ونصف، مذكرين بأن الاتصال انقطع مع المخطوفين منذ 4 أشهر.